السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غادي نقدم لكم الحريرة على الطريقة ديال ماما، كتجي جديدة بزاف. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبدأ مع المقادير. عندي هنايا 4 ديال طماطيشات محكوكين، 4 ديال حبات طماطم محكوكين، واحد بصلة كبيرة محكوكة. عندي هنايا كرافس، شوية ديال كرافس، شوية ديال قزبر ومعدنوس، شويه ديال الحمص. عندي هنايا واحد الطرف ديال اللحم بالعظم، من الاحسن يكون بالعظم حيت العظم كيعطي مذاق مزيون. انا عمل مغروفه كبيره ديال السمن، اذا كان السمن حار ماشي مغروفه عامره، انا عندي هاد السمن ماشي حار بزاف، شريته عين عند الجزار. هنايا عندي شويه ديال الشعريه، لقامه غنعمل ملح، شويه سكينجبير، الخرقوم والابزار، وعندي هاد قريعه ديال الصلصه غادي نعملها كامله ان شاء الله كتعطي اللون احمر ومذاق مزيان. دابا في الطنجره ديال الكوكوت عملت بصل وماطيشه وكرافس وربيع والسمن وديك طريف د اللحم، وغادي نزيد هاد اللقامه وغادي نحركها ونخلي هاد الشيء يتعرق، نخليهم حتى يتعرقوا مزيان وانا كنحرك. دابا ها هما تشحر لي هادشي كيف ما كتشوفوا. غادي نزيد هاد قريعه ديال الصلصه كامله ونرجع لكم. دابا زيت الصلصه كيف ما كتشوفوا، ها هي في النورمال في هاد الساعه خصني نزيد حتى الحمص. بالحق انا الحمص اللي عندي ديجا طايب نص طياب، فاذا عملته دابا وشديت عليها غادي تحرحر مره، على داكشي ما غاديش نزيدو انا دابا. اذا عندكم الحمص عادي، يعني الحمص حمص ماشي طايب، كتزيدوه دابا وتشدوا عليها. انا دابا غادي نزيد الماء، غادي نعمر تقريبا ربع ديال الطنجره، ما عندي دافي نعمر الماء هكا. صافي، وغادي نشد عليها واحد ربع ساعه طيب لي غير ديك اللحم، وديك الساعه نرجع نفتح عليها باش نزيد الحمص. صافي، ملي بدات كتصفر خليتها واحد ربع ساعه كتصفر وحيدتها مع لبوطه. فتحت عليها، شفت اللحم واش طاب. كيف ما شفتوا انا عملت غير طريف واحد ديال اللحم حيت انا ما عنديش مع اللحم بزاف، ما كتعجبنيش بزاف. نتوما طبعا عملوا على حسب الرغبه ديالكم، اذا كتعجبكم اللحم عملوا اكثر من هيداك. دابا غادي نزيد لها هذا الحمص، نخليه يغلي فيها شويه لابد ما يغليو لي الماء. عملت الماء يغلي باش غادي نمرقها دابا نعمرها بالماء. دابا خلطت الشتيتو ديال الطحين مع الماء، واحد 4 ديال المغرفات ديال الطحين، وزدت عليهم الماء يجي خفيف شويه هيدا. طحنته مزيان بالماكينه، ودابا غادي ندور الحريره. بسم الله، دابا غادي نبدا نكب وانا كنحرك. صافي، دابا اخر حاجه غادي نزيد الشعريه وغادي نحركها. الشعريه دغيا كطيب واحد 5 10 دقائق كتكون طابت. صافي، اخر حاجه زيت بيضه وكنحركها، نتوما كتشوفوها هي طابت. وها هي الحريره ديالنا واجده. كنتمنى تكون الطريقه عجبتكم وجاتكم سهله. اللي كتفرج فينا اول مره مرحبا بك، اشترك في القناه باش يوصلك الجديد دائما، وما تنساوش تخلي لي لايك والاراء ديالكم في التعليقات. شكرا على حسن المتابعه ديالكم. السلام عليكم.